الو دكتور، دكتور عم حس بوجع براس معدتي وحرقة هالكتني هلك، وبالذات لما باكل او لما بنام. فيك تفهمني شو عم يصير معي دكتور؟ ممكن تساعدني؟ الله يخليك، والله كتير تعبت. يرى الكثير من الأطباء أن البطن أصل لكل داء، فقديما قال الطبيب العربي الحارث بن كلدة: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وأعطي كل بدن ما عودته. وأجساند الشاعر العربي عندما قال: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. رمضان مبارك علينا وعليكم، معكم الدكتور حسن الطوير من برنامج ألو دكتور. موضوعنا اليوم عن القرحة المعدية. ما هي القرحة المعدية؟ ببساطة هي عبارة عن التهابات وتآكل وقروح في الغشاء المخاطي المحيط بجدار المعدة الذي يحميها، مما يؤدي إلى تليف المعدة وازدياد حمض الهيدروكلوريك فيها. إيش هي أعراض القرحة المعدية الأكثر شيوعاً؟ 1- حرقة في المعدة بالذات بالجزء العلوي من البطن. 2- ألم شديد في البطن ناتج عن ملامسة القرحة للحمض الخاص بالمعدة. 3- عسر في الهضم. 4- غثيان وإمساك. 5- فقدان وزن دون سبب واضح. 6- قد توصل لأعراض للتقيؤ الدموي وإخراج براز باللون الأسود. إيش هي أسباب القرحة المعدية؟ 1- البكتيريا الملتوية البوابية هي السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب المعدة والقرح الهضمية بشكل عام، تعيش وتنمو وتترعرع في الطبقة المخاطية الواقية لبطانة المعدة، ذكية مشان تحمي حالها من حموضة المعدة وتبدأ تمزق وتخترق الطبقة المخاطية الخاصة بالمعدة، وهون المعدة راح ترفع حموضتها كردة فعل دفاعية مشان قتل هاي الجرثومة، وتبلش الأعراض من حموضة وحرقة في المعدة وتتشكل القرحة المعدية. طيب هاي الجرثومة شلون تنتقل وتصير العدوى؟ ببساطة عن طريق تناول الخضار والفواكه اللي غير مغسولة جيدا، أو عن طريق تناول الطعام الملوث. 2- الفرط بتناول مضادات الالتهاب الاسترويدية نونستيرويد أنتي إنفلاماتوار كالأسبرين والآيبوبروفين اللي متعارف عندنا البروفين، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة المعدة لإصلاح خلاياها التالفة، إضافة إلى ضعف قدرة المعدة في تكوين طبقة حماية مخاطية. عوامل أخرى قد لا تسبب القرحة لكن تهيئ حصولها: 1- الطعام الحار والبهارات. 2- الكحول والتدخين. 3- العلاج المستمر بالأشعة عند مرضى السرطانات. 4- استخدام أدوية الكورتيزون على المدى الطويل. 5- التوتر والحالة النفسية. كيفية الوقاية من الإصابة بالقرحة المعدية: 1- غسل اليدين بشكل جيد قبل تناول الطعام. 2- غسل الفواكه والخضروات قبل تناولها. 3- عدم استخدام أدوات الآخرين. 4- عدم تناول الأدوية إلا بعد استشارة الطبيب، وعدم الإفراط في تناول مسكنات الألم وخافضات الحرارة كالأسبرين والبروفين. 5- التحكم في ارتجاع حمض المعدة، وذلك بتجنب تناول المأكولات الحارة والدهنية، وتجنب الاسترقاء مباشرة بعد الطعام، طرق فاصل من 2 إلى 3، ورفع الرأس والكتف عند النوم، بدل المخدة خليها مخدتين. 6- الإقلاع عن التدخين وتجنب الكحول. 7- الابتعاد عن المقالي والوجبات السريعة والمشروبات الغازية. 8- التخفيف من القهوة والنسكافيه والمشروبات التي تحتوي على الكافيين. طيب دكتور، ما ضل شي ناكله، شو بنضل صايمين؟ طبعا لا، وفقا لموقع Step of Health هناك مجموعة من الأغذية لا تسبب القرحة، وإذا كانت موجودة القرحة لا تسبب تهيجها وتساعد في شفائها، وهي الجزر، التفاح، الموز الغير مستوي، البروكلي والسبانخ. إضافة للثوم فهو مضاد حيوي يقلل من الإصابة ببكتيريا الملتوية البوابية، والشرب كمية كبيرة من السوائل يوميا من 2 إلى 3 لتر مناسب لكل شخص. والأمر الأخير والأكثر أهمية واللي أذكر فيه دائما: الحالة النفسية. صدقا ما بشي يستاهل، سلم أمرك لله واصبر على ما أصابك، إن الله بصير بالعباد. تقبل الله طاعاتكم، صيام مقبول وأفطار شهي، دمتم سالمين.